وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في ظل قرار نتنياهو حل حكومة الحرب وتداعيات ذلك على مجريات الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياك الله. بداية، بعد 255 يوم من العدوان على غزة، ما تزال المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة مستمرة إلى حد هذه اللحظة دون مراعاة إلى عيد أو شيء آخر ولا قرار لوقف إطلاق النار. ماذا يريد نتنياهو من استمرار قيام هذه المجازر؟ نعم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. يعني كما يعرف الجميع ونعرف نحن بأن نتنياهو من أول يوم للعدوان على قطاع غزة كان معني بشيئين: الشيء الأول القضاء على حماس وإرجاع المختطفين لدى المقاومة الإسرائيليين لدى المقاومة، وبنفس الوقت هو تفكير اليمين الإسرائيلي بالذات حزب الليكود والمتطرفين والأحزاب التي معه داخل الائتلاف الحكومي معنيين بهذين الشيئين، ألا وهو القضاء على المقاومة بالكامل وبنفس الوقت إخراج المختطفين وإعادة المدنيين. بنفس الوقت معنيين أن يكون هناك إرضاء للشركاء، الشركاء داخل الائتلاف الحكومي المتطرفان بالذات وزير الماليه نويل سموتريتش وبن غفير إتمار بن غفير. هذول يعني هؤلاء الوزيران المتطرفان هما الذين يحمينه داخل الائتلاف الحكومي. اليوم قرر نتنياهو حل مجلس الحرب، كيف ترى هذا القرار الذي أصدره وما هي أسبابه برأيكم؟ نعم، أن يحل مجلس الحرب بعد خروج بيني غانتس اللي هو كان رجل الثاني في مجلس الحرب بالإضافة إلى طبيب رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف جالانت، هناك أصبح واضحا تماما بأن الوضع الحربي داخل الحكومة الائتلاف تتوجه إلى الحرب وتتوجه إلى اليمين المتطرف. نعم. لذلك قطع بنيامين نتنياهو الطريق على سموتريتش وبن غفير اللي كنا دوما بنقول هؤلاء المتطرفان، لأنهم طلب أن يدخلها مجلس الحرب، ودخولهما مجلس الحرب يعني معناه إحراج لبنيامين نتنياهو إحراج كامل للحكومة، لأنهما أصلا الإدارة الأمريكية أولا غير راضية على وجودهما داخل الحكومة، وهما يشدان باتجاه التصعيد دائما وابدا في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة وبعض الدول على إنهاء الحرب والمفاوضات من أجل إنهاء الحرب، وبعض البنود داخل المفاوضات هذه إلا أنهم هم يرفضوا بشكل قاطع، فهو قطع الطريق عليهما وعين اثنان لهما رون وزير الشؤون الاستراتيجية وصديقه الحميد، وكتاح يانقبي رئيس مجلس الأمن القومي داخل الحكومة بالإضافة إليه ولا وزير الدفاع. فلذلك هو قطع الطريق عليهما خوفا من الإحراج الداخلي والخارجي أن يكون أعضاء مجلس. بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، هل كان من المتوقع أن يحل مجلس الحرب أم كان يعني توجد هنالك سيناريوهات أخرى من المفترض أن تحصل؟ لا، والحقيقة كان يجب أن يحل مجلس الحرب نتنياهو كما كنا آنفا. الذي كان معني بدخول مجلس الحرب بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت لهما سموتريتش وبن غفير. فنتنياهو يريدهما فقط ضمن الائتلاف الحكومي اللي هم يشكلوا 64 عضو كنيست داخل الائتلاف الحكومي، يعني حاملين نتنياهو داخل الحكومة، لكنه لا يريدهما في مجلس الحرب لأنهما يحرجانه كما قلنا
يحرجونه داخليا امام المعارضه داخل الكيان، وايضا اهالي الاسرى، وما يعتبر الوسط الاسرائيلي يحرجانه، لانه يذهب بهما الى اليمين المتطرف والى مزيد من التطرف والعدوان على غزه، في الوقت الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه ودول كثيره ان يكون هناك تهدئه ويكون هناك تفاوض على انهاء الحرب او ما شابه. أنتم ذكرتم أن نتنياهو قرر حل مجلس الحرب بحجة قطع الطريق أمام الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسرائيل سموترتيتش. ما الذي أراده نتنياهو من هذا الهدف؟ يعني بمعنى، هل كان الهدف هو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والأسرة الدولية عليه لهذا القرار؟ لا، الحقيقة هو كما قلنا، لا يريد يعني بهذا القرار لا يريد إحراج داخلي، لأن قرار الحرب يجب أن يكون متفق عليه ويكون متوازن بالرغم تطرفه، إلا أنه أمام الرأي العام العالمي وبعض الدول وبالذات الإدارة الأمريكية يجب أن يكون هناك نوع من التوازن. هو لا يريد، كان بيني غانتس كان شخصية وسطية ومقبولة أمريكيا ومقبولة إسرائيليا داخليا، فكان هو وكأنه يعني يقيم عنه بعض الإحراجات الداخلية، لأنه شخصية مرموقة وشخصية لها وزن، فلذلك كان كثير من الأمور هو وكأنه يحتمي به داخل مجلس الحرب. طيب، لكن عندما مع استقالة بعض الشروط التي لم يوفيها له نتنياهو، منها يعني انهاء الحرب او جعل الهدنه هناك. هل العزله الدوليه لها دور في هذا الامر؟ هذا واحد. ثانيا، كيف ستكون تداعيات هذا القرار على شكل الازمه والحل، خصوصا ان قرار مجلس الامن بوقف الحرب والذهاب الى طاوله المفاوضات يعني حاضر بقوه؟ بالنسبه لنتنياهو، القرار بيده، الحقيقه القرار بيده، وهو متفق مع يؤاف جلانت على كثير من الامور التي تخص الحرب والعدوان على غزه وبعض التفاصيل الامميه او بالعلاقه مع الاداره الامريكيه وسير المفاوضات وسير الهدنه. هو متفق تماما مع يؤاف جلانت، الا من بعض الاحيان يختلفون في الشكل وليس في المضمون. لكن يعني الحقيقه هو وضع صديقه الحميم وزير الشؤون الاستراتيجيه رون دريمر عضو مجلس حرب، وكانه اشاره الى الولايات المتحده الامريكيه ان هو يعني هو الذي سوقه امريكيا في كثير من المحطات خلال الفتره الماضيه رون دريمر، وهو لارضاء الاداره الامريكيه بانني يعني رون دريمر يعني كان بديل عن بيني وبينه، وبنفس الوقت اصلا وجود وزير الدفاع بالاضافه الى تساحيا نقبي اللي هو رئيس مجلس الامن القومي، رغم انه من اليمين ومن الليكود، الا انه شخصيه مقبوله داخليا، فلذلك هو استعاض عن بيني غانتس وغابي ايزنكوت. لكن الا يفقد قرار حل مجلس الحرب وعدم ادخال بن غفير وسموترتيتش، سيفقد نتنياهو الظهير السياسي اليميني المتطرف الذي كان يتكئ عليه لبقائه في السلطه، ومن ثم عدم محاسبته على خسائر الحرب؟ بالنسبه لنتنياهو محسوب حساب كل تفاصيل الحاله داخليا. هو معني بان بسموتريتش وبن غفير ضمن تشكيله الائتلاف الحكومي ووجود 64 صوت داخل الكنيسة، لئلا يفقد يعني الكثره الاكثريه النيابيه، ونفس الوقت هو غير معني في ادخالهما الى مجلس الحرب لكونهما يشكلان احراجا له امام الاداره الامريكيه، لانه كثير من التلاسونات وكثير من الكلام البذيء خرج من بن غفير وسموتريتش ضد الاداره الامريكيه مباشره. لا، فهو مش معني يعني غير معني بان يحرج اكثر من اللزوم بهذا الموضوع. فهما يشكلان احراجا له في موضوع لا يدخلهما الى مجلس الحرب، وهي حقيقه. نعم.
عبد الله قبها عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، كنت معنا عبر سكايب في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. كل احترام لك.